مثل لمح البصر وقتي لمحجار 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 أنا المايوم من طولي اسمعها بقلبك هاي هوي أنا المايوم من طولي لمحجار لمحجار سوق الشام لاقاني سوق الشام لاقاني لمحجار لمحجار شريد اجقب وانا احضان ايدي يقولون هل الشام عيد لم نعرفه ولا يقول والله لقد خزينا من كثرة النظر الينا بعد شي يقول استأجرت الناس لتشيع عمتي زينب فابت ان تشيعها نزل الجنازة شوية نزلها نزلها تباوع لها تباوع لها تباوع للجنازة نزلها شايلين من نعش نزلوه شوية نزلوه تباوع لها تباوع لها تباوع لها هاي الجنازة منين شو مطروحة وهاي الجنازة منين او هاي الجنازة منين شيلها او هاي الجنازة منين او هاي الجنازة منين شو مطروحة وهاي الجنازة منين وين اهل الجنازة وليش لا او لا ابو الحاضر وذولي مولا اخوي ينحب عليه وينزم الخاصر من الكفاح هي مبينة من الهضم ماتت ميتة وتكسر الخاطر ان جلالة وشرف هيبتها الشام من يوم طرتها جلالة وشرف هيبتها الشام من يوم جنازة من يوم Oh, 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 oh
مواقف مرت على زينب شبعتها طب مولاتي زينب من رجعت ومن راحت مولاتي زينب من رجعت المدينة لاقيها